أحسن الله إليكم. المرسلة فاء عين نون بعثت رسالة فيها عدد من الأسئلة، تقول في أولها: هل يتخير الإنسان ما شاء في السجود، سجود الصلاة أي من الدعاء، أم يجب عليه أن يقول سبحان ربي الأعلى؟ وكذلك بعد التشهد هل يدعو بما شاء من الدعوات؟ نعم، قول سبحان ربي الأعلى في السجود هذا واجب مرة واحدة، وما زاد عليها فهو مستحب، ويستحب له أيضا أن يدعو ويجتهد في الدعاء. قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم، ويدعو بما تيسر من الأدعية النافعة له ولعموم المسلمين. هذا هو الدعاء في السجود، فهو مستحب، ويدعو بما تيسر من الأدعية الجامعة النافعة، ويجتهد في ذلك، لأن هذا من مواطن إجابة الدعاء. نعم.